اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. أنا منتظرة بس لما تحضروا، معظمكم يحضر. نوران ورضوى زيكم؟ ايه القلوب كلها الحلوة دي الجميلة دي؟ انتوا أحلى حاجة في الدنيا. الفانز دول بيهونوا على الواحد التعب ويحسسوه بنجاحه، يحسسوه برمضان. طيب بصوا يا جماعة، أنا طالعة علشان أقول لكم على حاجة مهمة. أنا من 3 ساعات كده أو من قبل الفطار تحديدا حصل حاجة غريبة عندي. المهم يعني نتيجتها إنه كان في محاولة سرقة الأكاونت بتاعي على الانستجرام. المحاولة دي الحمد لله وبفضل الله وحده بقت بالفشل. فأنا طلعت عشان أقول لكم لو في أي وقت لقيتوا فيه أي تصريح غريب، أي حاجة مريبة ليا، أي حاجة ما تصدقوش إنها تصدر من بسمة وهبة اللي انتوا بتحبوها وبتثقوا فيها، اعرفوا انه لقد تم بالفعل الاستيلاء على الاكاونت بتاعي. وانا الحقيقة لحد دلوقتي انا مش عارفة هو في ايه، ولا عارفة ليه في محاولة. مش عايزة اقول مسميات ممكن تطلع غلط، ممكن تكهنات ممكن تكون مش صحيحة، بس انا مش فاهمة في ايه. انا مش عارفة من يوم ما عملت ترند الحمد لله وبفضل الله وحده، وانا مش فاهمة في ايه. هل ده تصرفات؟ هل دي تصرفات اعداء النجاح؟ هل دي صدف موضوع المطعم والبيض المدحرج؟ ولو انه الحمد لله ربنا لما بيحب حد يعني بينقذه بعنايته الإلهية، فربنا قلب النية السيئة انها تكون مصلحة ليا. اتعمل لي اعلان لو قعدت سنين علشان احوش في فلوسه ما كنتش عرفت اعمله. اتعمل لي اعلان طلع في البي بي سي، اتعمل لي اعلان طلع عند كل رواد الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها، اتعمل لي اعلان مستحيل كنت في يوم اتخيل ان ممكن يتعمل اعلان لمطعم بلكونة بالطريقة دي. البيض المدحرج انا ما فيش زبون بيدخل الا ما يقول لي عايز البيض المدحرج. وطبعا موضوع بلكونة ده هقوله باختصار، انا ما كنتش ناوية اقوله خالص دلوقتي بس الكلام جاب بعضه. فاتورة لمطعم سياحي، اللي مش قادر ما يروحش مطعم سياحي، زي مثلا اللي بيروح اي مكان في اسعار سياحية او في اسعار لا تناسبه. في اماكن كتير انا شخصيا كبسمة ممكن في مكان مثلا ما حبش اروح عشان غالي فبروح مكان مشابه ليه عشان على قد. انما لما اروح مكان واخد فاتورة والفاتورة دي تكون مكتوب كده في وهي نازلة انها ل4 اشخاص، انهم الشاي اللي بيتريقوا عليه انه براد،
لأربع كوبايات شاي، وبينزل معاه طبق بسبوسة فيها 6 حتت بسبوسة، ويبقى الموضوع ياخد الحد ده، الموضوع بسرعة البرق يتحول بالطريقة دي، يبقى إذن فيها إن أنا نفسي أعرف في إيه. هرجع تاني لموضوع الأكاونت بتاعي اللي كان في محاولة لسرقته دلوقتي، وعندي الدليل وموثق. هو في إيه؟ لا شربت ميه، شكرا. هو في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. في ايه؟ لو حد عارف يا جماعه في ايه يبقى يقول لي، عشان انا مش عارف. هل ممكن يبقى فيه عدائيه للنجاح بالطريقه دي؟ هل في ناس ممكن تبقى عندها هذا الكم من الاستخفاف وهذا الكم من الفضة انها تعمل كده؟ هل في ناس جواها كل الشر ده عشان تعمل كده؟ طب ايه الحل؟ اقفل البرنامج؟ ما كملش مذيعة؟ ما اشتغلش؟ لا، هشتغل، هكمل، ومش هقف، مش هخاف. وانا نفسي اللي بيعاديني يطلع لي يقول لي ايه اللي ليك عندي، نجاحي مضايقك، نجاحي مضايقك، طب ما تيجي تتعلم مني، ما تيجي تسألني. لكن ليه؟ ده احنا في شهر كريم، ده احنا في شهر كريم، يعني كل اللي بيعمل سيئات بيحولها لطاعات في هذا الشهر الكريم. انا ده يا ده كان كل التعليقات واقفة عندي. عايزة اشوفكم بتقولوا ايه يا فانز يا حلوين. نبتدي من الاخر خالص. غفران بتقول هو ده اللي هم عايزينه عشان تبطلي. شيخ الحارة ده شيخ مخاوي. انا بحبك قوي. دينا بدري بتقول نجاحك ظاهر، استمري، القافلة تسير والكلاب تعوي. جوجو بتقول تحياتي لك من السعودية، برنامجك مرة حلو وربي يا حبيبة قلبي، أحسن ناس. سكرة البرنامج هايل. غفران بتقول في أكتر من كده وهو اللي بيحصل لشيرين شوية. زيزو المصري أكيد طبعا عداء النجاح وحقد وغل، اللهم ارحمنا. ريم هاني بتقول ريم البارودي سرقت أكاونت سمية قبل كده. لا حرام، ريم البارودي بنت جميلة، مش ممكن تعمل كده. وبعدين ريم البارودي تعمل معايا كده ليه؟ مش ممكن، مش ممكن. ريم البارودي يا جماعة ست طيبة ومن جواها قلبها أبيض وجميل. أكيد أعدائي كتير. طب ليه أعدائي كتير؟ ده أنا حد في حالي وما بختلطش بحد وماليش دعوة بحد. طيب نفسي اشوف كل التعليقات بس. ايوه يا نهى، نهى في حد عايز يقتل هذا النجاح، حد عايز ينتقم مني، مش عارف. مع اني انا انسانة غير عدائية، انسانة ما عنديش اعداء، يمكن
في حياتي كلها ما كانش عندي غير مثلا من ضمن مثلا الالافات اللي بعرفهم يمكن 2 بس مثلا اعرفهم مثلا عندي خلاف معاهم في من وسط مثلا مليون. ما عنديش مشاكل مع حد، والا كنت عرفت مين. انا مش عارفه مين. ناني بتقول الموضوع فيها حاجه مش مفهومه. حلقة سمية الخشاب يوم الأربعاء. حبيبتي سكرة بتقول معلش يا بسمة، محتاجين معلش يا بسمة، المصريين محتاجين فلوس فتفاجئوا لما شافوا الرسيب بالمبلغ. طب هو يا سكرة، هو الرسيب ده يعني مفروض ضريبة على الناس انه لازم تدفع؟ ده مطعم زي مثلا فستان، انت عايزه نازله تشتري فستان، بتروحي المحل اللي فيه فستان على حسب امكانياتك وحسب ميزانيتك، صح؟ الاكل كده، انت عايزه تروحي تاكلي مثلا تتسحري فول وطعميه، ممكن تروحي تاكلي فول وطعميه في محل فول وطعميه عادي جدا، وممكن تروحي تاكليه في فندق 4 نجوم او فندق 5 نجوم. هو هتدفعي هنا ميزانيتك او هتدفعي هنا ميزانيتك، انت اللي بتختاري، انت اللي بتختاري المكان. لكن هل انه دي حاجة مثلا مضطرة انك تدخليها وتاكلي فيها فمش قادرة؟ هل مثلا انا وزارة التموين انا بخضع لضرائب وبخضع لمكونات بجيبها، انا بعمل الاكل زي ما انا بعمل في بيتي بالظبط. عشان كده انا ربنا كرمني، انا جبت اخويا اول ما بدينا قلت له بص، قلت له انا مش هعمل حاجه تجاريه، انا هعمل المطبخ بتاع المطعم ده زي مطبخ بيتي، هاكل الناس زي ما باكل ولادي، هاكل الزباين زي ما باكل في مع اسرتي ومعاك ومع ابويا ومع امي ومع زوجي ومع اهلي. اللي باكله في بيتي هو اللي يتاكل في المطعم. قال لي مش هنكسب. قلت له مش مهم، مش مهم، خلينا في الاول انه احنا ما نكسبش، يمكن ربنا يكرمنا. كان المطعم لما اخدته كان مطعم قبله، كان فيه رخصة خمور. قلت له حد الله. قال لي ده مطعم وهيجي اجانب وسياحة، ما حدش هيجي لك. قلت له من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا ما احطش الخمر ولا اخد ذنبها ولا احطها ولا ابيعها ولا اقعد، ماليش دعوه ولا هعمل كده ابدا. فتحنا بكل هذه القوانين اللي هي تعرقل نجاح اي مشروع، انك تبقي سياحي وما تحطيش خمر، انك انت تجيبي مكونات من اغلى المكونات اللي ممكن تيجي، لانه في فرق بين البيزنس، فرق بين البيت، في فرق بيزنس المطبخ بتاع بيتك وفرق بتاع المطعم. انا عملت واحد، اتقيت ربنا، مطعمي بتدخل المطبخ تحس انك داخل مطعم مستشفى. مش عايزه اقول لكم انا بعمل ايه، ولو لقيت شويه تراب كده ولا في كده ولا على طول بصرخ، بدخل اعمل كبسه احط صباعي تحت البوتاجاز للاخر واشوف ويلو يا سواد ليلو لو في شويه تراب، عشان انا عندي ضمير، عشان الزبون اللي بيجي الراجل الكبير هو ابويا، الست الكبيره هي امي قاعده، الاولاد هم اولادي، البنات هم اخواتي، فانا بحافظ وبتقي الله. عشان كده ربنا كرمني وابتدى الموضوع الحمد لله يكبر، واتحاربت كتير انه بقت ناس كتير تيجي تقعد وتقوم تعمل ده وياخدوا افكاري. كنت مش بت أظن رجعت تاني. ربنا خزائنه لا تنفذ،
يعني اذا انا جه حد فتح جنبي وحصلت ناس كتير جت خدت اماكن جنبي، انا ما نجحتش بسهوله، انا اتسرقت واتنصب عليا واتخنت في شغلي وانه واتحاربت وكله كله كله كله، بس كانت حاجات يعني ما كانتش بالطريقه والاسلوب اللي احنا وصلنا اليه دلوقتي. كنت اقول انا عندي ثقه انه ربنا رزقه ما بيخلصش، ما اللي يفتح يفتح، واللي ياخد الفكره ياخد، واللي يسرق موظفين يسرقهم، كنوز ربنا ما بتخلصش ورزقه لا ينفذ ابدا. انا هقول كلمه واحده في الاخر، انا مش خايفه وانا مش زعلانه وانا مش متضايقه، لاني عندي ثقه كبيره في انه ربنا موجود. انا فاهمه يعني ايه ربنا كويس قوي 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 قوي، كبير، ربنا كبير جدا هيقف جنبي. بس الناس التانيه مش متاكده ان في ربنا اللي بيعملوا معايا كده، مش متاكدين، مش واثقين ان في ربنا. والله في ربنا كبير قوي. وبعدين اذا انا حاولت اخد حقي يجي ايه جنب ربنا لو وكلته امري وهو اللي بياخد لي حقي؟ احنا في ايام مفترجه، وانا بقول كده بالظبط: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ماليش غيرك يا رب. خلاص أنا رحت للمحامي واديت له أوراقي وقضيتي ووكلته، هو هيعرف مين؟ هو شايف ومطلع وهيحاسب. هتقعد لكم فيكم وفي صحتكم وفي أولادكم وفي أعز ما لديكم. عندي يقين بالله ربنا مش هيسيب حقي أبدا من اللي بيعمل فيا كده اللي أنا معرفوش، ولو أعرفه ناس كتير بتبعت من السعودية، شكرا قوي قوي، وتعليقاتكم كتير جدا ما شاء الله تبارك الله. واحدة بتقولي ابتديت اخاف عليكي يا بسمة. مين اللي بيقول ايه ده؟ الاسم فين؟ مش عارفه راحت. انا مش عارفه. طب يعني تخافي عليا حبيبتي؟ متشكره ليكي طبعا، بس الموضوع ما افتكرش لهذه الدرجه. وعموما انا مش خايفه طول ما ربنا معايا وفي وسطكم. امال انتوا هتروحوا فين؟ انا معاكم. لا، في واحده بتقول لي زيزات سميه الخشاب قالت عليكي مش عارف ايه كلمه وحشه كده وعملتي معاها حلقه. مش صحيح، حرام. سميه الخشاب ما قالتش كده، وده مش الاكونت بتاع سميه الخشاب على فكره. في اكونتات مزيفه بتنزل لسميه الخشاب بتهاجم البرنامج وبتهاجمني. طب صحيح يعني لو هي سمية هتيجي ليه عندي وتثق فيا ليه؟ وانا ازاي اوافق اني اجيبها وهي شتماني ليه؟ وانا ما عنديش كرامة؟ لا، ده انا لساني قد كده على فكرة. لا، وكرامتي اكبر بكتير. اسرقيني، اختبيني، اظلميني، خنيني، لكن اوعي تيجي على كرامتي. اوعي كرامتي بالدنيا ما حيتيش غيرها ابدا ابدا. هي دي ثروتي. انا ما عنديش ثروه على فكره، انا ست عاديه وطبيعيه
بس بحب أعيش، بحب أعيش وبجتهد، بجتهد علشان لو نفسي في حاجة أجيبها، لو عايزة حاجة أعملها، بتعب بشتغل. أنا بقالي 20 سنة مذيعة، 20 سنة. أنا أول واحدة عملت توك شو اجتماعي، أول واحدة. وهاتوا بالورقة والقلم واحسبوا. كيان، عندي كيان، كيان، كيان إعلامي مش هتنزل عنه بسهولة أبدا. برضو ما زلت بقول للي مش عارفة مين بيعمل فيا كده وليه، كفاية 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 تصرفات صبيانية. وحسبي الله ونعم الوكيل. مش عايزة أسيبكم، بس عايزة أقوم أتسحر أنا وجوزي. جوزي جه وعايزة أقوم أسحره، أعمل إيه؟ مش عايزة أسيبكم. طيب أنا هقوم عشان آكل بيض مدحرج، مش عايزة حد ينام من غير ما ياكل بيض مدحرج. على فكرة عايزة أقول لكم على حاجة، أنتوا عارفين أنا ناجحة ليه في مطعمي؟ لأسباب كتير. أول حاجة النية، الإخلاص، إنك تتعامل مع ربنا. أهم حاجة بقى إنه المنيو كلها، المنيو دي مش شطارتي الطبخ ولا شطارة الطباخ، دي شطارة جدتي الله يرحمها. جدتي كانت طول عمرها تعلم بنات العيلة كلهم الطبيخ. أنا اتعلمت من ساعة ما كانت بتبعتني أنزل أجيب الخضار، كانت تعلمني إزاي أجيب الخضار الأول. دي شوفوا بقى بداية المطبخ، طريقة الأكل كلها اللي في مطعمي كلها طريقة جدتي عيشة. تصدقوا انا بقى اتعلمت الطبيخ، انا بعرف اطبخ كويس جدا، ما يغركوش والله بعرف اطبخ. واول حاجة اتعلمتها، علمتها لي جدتي وامي، المحشي. المحشي اللي هو اصعب حاجة اتعلمت قبلها، ان انا نقي الخضار. تنقية الخضار دي مش سهلة، البتنجان، المحشي والفلفل دي اصعب حاجة. كانت تقول لي لا لازم تنقيه، مش عارف ليه مواصفات، ولازم يبقى مش معوج علشان خاطر لما تقوريه، ومش عارف بصوا، ولازم يبقى مش عارف عامل ازاي وايه، والفلفله ما تبقاش جايه كده، لا الطماطم تبقى مش عارف لا جايه. كل حاجه اتعلمتها من الالف للياء، عشان كده لما وانا واقفه في مطعمي وفي مطبخي انا بدخل بشوف الاكل عامل ازاي وأتذوق، لأني دقت شهد إيد جدتي الله يرحمها. الملوخية عندي في المطعم جميلة، الفتة، ورقة اللحمة اللي بتتحط في الفرن، المشاوي، المسقعة، القلقاس، الحمام، كل حاجة كل حاجة. وما اقولكوش بقى الاجانب بقى لما بتيجي بتموت على اكلنا وتقول الاكل المصري حلو قوي. وبعدين يا جماعة اللي بيعملوا فيا كده ما تفضحوناش، احنا عايزين سياحة. بتطفشوا بتطفشوا السياح ليه؟ طلعت في البي بي سي، هي اعلان ليا حلو، بس المصري مش حلو، بلاش كده. يلا بقى، المهم الفانز بتوعي الحلوين، انا بقولها لكم تاني،
لو حصل اي حاجة على اي صفحة من صفحاتي في الفيسبوك او صفحة بسمة وهبة او الانستجرام، اعرفوا انه الحرامي نجح في سرقتي المرة دي. النهاردة معرفش، لكن معرفش المرة الجاية ممكن يحصل ايه، ومعرفش بقى ممكن يحصل ايه تاني. هل ممكن الحرامي يغير رأيه بعد موضوع المطعم لما تحول بقى لصالحي؟ هل ممكن يغير رأيه بعد ما الانستجرام كان عايز يسرقه النهاردة ومعرفش بفضل الله؟ يا ترى الخطوة اللي جاية ايه؟ الله أعلم. تصبح على خير.